السلام عليكم شباب، جيسبر كو فو زالي بيان. اليوم فيديو جديد و بيان سور كما العاده غندوي على موضوع من المواضيع ديال التنميه الذاتيه، ديال كيفاش تطور راسك وكيفاش توصل للاهداف ديالك وكاع داكشي اللي بغيتي توصل ليه وتحققه. وبصراحه اليوم ما رشقاش لي ندير حتى شي فيديو، ولكن كما كنت كندوي على الالتزام والانضباط واللي هما واحد من اهم الحوايج اللي الا ما كنتيش ما كانوش عندك صعيب انك تنجح باش توصل للاهداف ديالك. وانا عزيز عليا بزاف انني منين شي واحد يعطيني واحد النصيحه ولا يعطيني واحد المعلومه ولا يعطيني شي طريقه من الطرق باش توصل للاهداف ديالك، يكون هو الاول كيستعملها ويكون هو الاول كيستافد منها. لانه ما يمكنش او لما لا يعقل ان واحد يعطيك واحد المعلومه وهو براسه ما كيستعملهاش، من باب اولى انه هو اللي يستعملها وهو اللي تبان عليه. الوغ هذه الحاجه اللي هي غير منطقيه واللي كنشوف بزاف ديال الشباب كيديروها، تكتفي فقط انه ينصح الناس الاخرين ولكن ما تيطبقش هو براسه دوك الحوايج اللي كيقول. وبيان سيغ بما انني انا يا عزيز عليا انني نطبق اي حاجه كنقولها، فاليوم ما رشقاش لي انني ندير فيديو، ولكن انا ملتزم انني كل يومين خصني نرمي فيديو جديد. ودونك اي دونت هاف ذا تشويس، خصني نديرو واخا ما رشقاش لي واخا ما في اللي يدير حتى شي فيديو، ولكن الالتزام والانضباط هو واحد من الاسرار ديال انك توصل للهدف ديالك كما بغيك. بيان سور ماشي بالضروره انك دير خطوات اللي كبار، هذه كما قلت لكم في الفيديو اللي قبل من الحوايج اللي مهمين بزاف الا بغيتي توصل للهدف ديالك، انك جوست خطوات صغيورين قادرين انهم يوفيو بالغرض وقادرين انهم يوصلوك للهدف ديالك. وحراك انت دابا شويه في الانجليش كلاب ديال بني ملال اللي داروه وحدين من الشباب تبارك الله اللي فريمون غاديين في الطريق باش ينجحوا في بنيتهم، واللي غندير معاهم انترفيو ان شاء الله، وغادي نحاولوا ندويو على هاد الموضوع هذا اللي هو انك كيفاش براتيكي الانجليش ديالك واخا ما كتعيش في دوله اللي اللغه الرسميه ديالهم او اللغه الام ديالهم هي اللغه الانجليزيه، وكيفاش انك تجاوز هذاك العائق ديال انك ما لاقيش مع من تدويو او لا مع من تبراتيكي لونجلي. دونك ان شاء الله قريب غادي ندير معاهم انترفيو. نورمالمون هاد الفيديو ديال اليوم كان خاصو يكون انترفيو مع 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 الناس اللي داروا الانجليش كلوب ديال ميملال، ولكن كانت عندي خدمه واحده اخرى دونك ما قدرتش انني نسجل الانترفيو. دونك اليوم غنكتفي جوست انني نهضر على واحد الموضوع اللي مهم بزاف، واللي هو وحده من الطرق ديال انك باش تموتيفي راسك وباش انك تحاول انك دائما تنوض دير الخدمه واخا ما حملش انك ديرها. بيان سور موتيفاسيون لا عولتي عليها بوحدها، غادي تخونك بزاف ديال المواقف اللي غتكون نتايا محتاج ليها، وبالتالي انت شي مرات ما كتكونش موتيفي ولكن خاصك ضروري تنوض الاكشن لحقاش. بلا اكشن ما يمكنش لينا اننا نوصلوا للاهداف ديالنا. بيان سور خاصك تكون متاكد من واحد الحاجه بلي انك انت غادي توصل الاهداف ديالك او انتي غادي توصلي للاهداف ديالك. لاش لحقاش تو سامبلومون يا مثلا خديت واحد الحجره، لا خديت مثلا واحد الحجره وحاولت انني نرميها تحت الارض، ميمكنش تقول لي غادي تطلع للفوق. علاش؟ لحقاش كاين واحد القانون في الفيزياء تيقول بلي ان الكتله الكبيره كتجبد عندها الكتله الصغيره، ميمكنش نهرسوا القانون. بما انه كاين قوانين اللي كتحكم الطبيعه واللي الله وضعها في الطبيعه باش انها تجيريها وباش انها تبقى في واحد التوازن، وباي ذا واي الطبيعه كامله غاديه باش توصل التوازن، كتحاول انها توصل لواحد النقطه اللي تكون فيها متوازنه. دونك كاع الكائنات اللي كاينين في الطبيعه تيحاولوا انهم يوصلوا لهذاك التوازن او لديك النقطه ديال التوازن. وبالتالي بما انه كاين القوانين اللي كيحكموا لنا الطبيعه، فحتى النجاح كاين عنده قوانين وكاين عنده قواعد اللي الا احترمتيهم مستحيل انك تفشل، مستحيل. لحقاش
كاينين بزاف ديال القوانين النفسيه وبزاف القوانين اللي الا كنا كنستعملوهم وكنطبقوهم بشكل صحيح حنا قادرين اننا نوصلوا للهدف ديالنا وقادرين اننا نديروا داك الايفور اللي هو واحد من اهم الحوايج. لحقاش الهضره بوحدها ما كافياش، الهضره بوحدها صعيب اننا نوصلوا بها الاهداف ديالنا، واوصي المعلومات بوحدهم صعيب اننا نوصلوا للاهداف ديالنا جوست معلومات اللي جوست عارفينهم، لا خصنا نطبقوا. ولا ما كناش كنطبقوا دونك عندنا جوج الاختيارات، سواء اننا نساو الاحلام ديالنا، سواء اننا ما تليناش نزيدو نتصنتوا لدوك المعلومات. دونك حاولوا الشباب تطبقوا، ماشي مهم شحال كتطبق، حاول تطبق لو ماكسيموم بوسيبل، حاول انك او لا انك ديري جوست خطوات صغار كما قلت قبيله، وان شاء الله ما غادي يكون غير الخير. مستحيل انك او لا انك غادي تفشلي الا كنتو كديروا كدوزوا الاكشن. ماشي مهم كيفاش كتكون الاكشن، لحقاش الانسان بطبيعته هو واحد الكائن اللي كيتعلم، دونك واخا يدير في الاول هذاك الاكشن بشكل خطا غادي يتعلم مع الوقت كيفاش يدير هذاك الاكشن بشكل صحيح. دونك المهم هو انه جوست يدوز الاكشن يبدا الخدمه وسيتو. دونك نرجعوا للموضوع اللي علاش بغيت ندوي اليوم، واللي هو كيفاش مثلا انك تدوز تخدم واخا ما رشقاش ليك، واللي هو واحد من لي تروك ديال لا موتيفاسيون او لا لوطو موتيفاسيون. الوغ الطريقه هي انك تخيل راسك بحال راك البيرسوناج الرئيسي ديال شي لعبه، وفريمون راه حنا في لعبه. لحقاش الحياه الا ردينا البال انها كتبدا في واحد لو مومون، يعني الجيم ستارت، وكتسالي في واحد لو مومون اللي هو جيم اوفر او الانتهاء ديال اللعبه. وبالتالي حنا كنكونوا دي بيرسوناج، لا فامي ديالنا سو سون دي بيرسوناج، كل واحد تيلعب بيرسوناج، كاين البيرسوناج ديال الام، البيرسوناج ديال الاب، البيرسوناج ديال الخوت، البيرسوناج ديال الخوال الاعمام، دونك كاين بزاف ديال لي بيرسوناج، كل واحد تيلعب معاك انت ك اللي هو انت البيرسوناج برينسيبال ديال حياتك او اللعبه اللي نتايا فيها، اللي نقدروا نعطيو اللي قلنا نعطيو مثال بها اللي هي الحياه ديالك. وبالتالي تيخصك انك تحاول تحقق اعلى ديال سكورز في كاع ديال الجوانب ديال الحياه، منهم الجانب الروحاني، الجانب الصحي، الجانب المادي، الجانب ديال العلاقات، بزاف كاع ديال بزاف المجالات خصك تحقق اعلى سكور. لحقاش الا ما حققتيش غادي تبقى براسك حاس براسك ماشي مزيان. واغلبيه ديال الشباب كيلعبوا الالعاب وكيستمتعوا، وسورتو ملي اللعبه كتكون زوينه ملي كيكونوا فيها دي تشالنج، سورتو دوك الالعاب ديال استراتيجي تيكون ملي كتكون فيها تشالنج بزاف تما فاش تكون البلاجر. وسولوا الشباب اللي كيلعبوا بزاف الالعاب هما غيقدروا يعطيوكم فكره قداش الاستمتاع ديالهم فاش كيكونوا في شي ستاج وما قادرينش يدوزوا لستاج لاخر حتى تيحلوا داك البروبليم، تيكونوا مستمتعين بزاف. الوغ الى هاد الشباب فريمون هبطوا الجيم الحقيقيه ولا الجيم ديال الحياه، في الغالب غادي الى طبقوا نفس لي استراتيجي اللي كيستعملوا في الجيم لي جيم فيرتوال ولا اللي كيكونوا في سيغ اورديناتور، في الغالب غادي يكونوا عندهم واحد العقليه واحد المايند سيت اللي تخليهم انهم يتجاوزوا كاع دوك الصعوبات ودوك العوائق اللي كاينين في الحياه. دونك حاولوا الشباب تخيلوا في راسكم انكم في جيم واللي جاست هاف فان وانكم ديروا الماكسيموم بوسيبل باش تحققوا سكور كبير وباش انكم توصلوا لذاك الشيء اللي بغيتوا. دونك جوست هاد التمرين بسيط اللي غتبقى ديروا مونطالمون فاش كل ما تبغي ما تبغيش تنوض تخدم، جوست فكر في راسك بلي انت راه هو المين بيرسوناج واللي خصك انك تنوض دير لو بوست كاع داكشي اللي ممكن دير باش توصل للاهداف ديالك. دونك الشباب حاولت انني ندير لو ماكسيموم بوسيبل باش نوصل الفكره. جوست هذا الفيديو درتو اليوم باش نحاول ندوي على هذا الموضوع اللي مهم، لحقاش الا ما كنتيش كتستمتع صعيب انك توصل لداكشي اللي بغيتي او لا غادي تقدر تسوفري بزاف. كما تيقول الاستاذ ديالي في الرياضيات واللي هو لونكادرون ديالي، الا كنتي كتسوفري في شي حاجه من الاحسن انك تخليها. وبيان سور توجور كاين ليفور،
واللي كان تيقصد هو انك الا كنتي كتسوفري من ليفور سي سي تري تري ديفيسيل انك توصل الاهداف ديالك وانك سي ميو انك تكيتي داكشي اللي كدير لحقاش ما كاينش لاش تسوفري في هذه الحياه وبالتالي دير ليفور ولكن حاول انك تاخذ لو بليزير وانت كدير داك ليفور لحقاش ما يمكنش انك توصل شي حاجه وانت ما كديرش ليفور وكاين عندنا واحد البرينسيپ في الفيزيك اللي كيسمى البرينسيپ دو لافوازيه واللي تيقول لك ريان نو سوبير ريان نو سوكري تو سو ترانسفورم حتى حاجه ما كتضيع حتى حاجه ما كتنتج كلشي كيتحول وهادشي كي واحد من الامثله على هذا البرينسيپ هذا مثلا في التفاعلات الكيميائيه وان اننا كيفاش كنبداو بجوج ديال المحاليل وكيتفاعلوا بيناتهم نقدروا نخرجوا في واحد سبستانس كيميك مختلفه على دوك اللي بداو في البدايه ولكن نفس لي زاتوم اللي اولا الذرات اللي مكونين دوك جوج لي سبستانس الاولانيين هما اللي غيبقاو دونك حتى حاجه ما تنجات حتى حاجه ما تفقدات كاع داكشي كاملو تحول ولا لنا واحد الحاجه واحده اخرى وبالتالي الا بغيتي توصل لواحد مثلا واحد الجسم اللي هو زوين تي خصك تعطي واحد ليفور دونك كتحول هذيك الانرجي اللي مستوكيه عندك على شكل دهون في الجسم ديالك كتحولها للطاقه وكتحاول انك تصرفها وكتحاول انك توصل لذاك الشيء اللي انت بغيتي او لذاك التارجت اللي انت بغيتي. نتمنى الشباب ان الفيديو ديال اليوم يكون فادكم ونتمنى انكم تقاتلوا باش توصلوا لذاك الشيء اللي بغيتوا. بوتيتر اليوم الانرجي ديالي شويه طايحه مي في كاع لي سيتوياسيون خصنا نخدمو ونختم بواحد البروفيرب اللي كيعجبني بزاف واللي تيقول لك il faut pas attendre que l'orage passe il faut apprendre à danser sous la pluie. بالدارجه ما خصكش انك تسنى حتى تدوز العاصفه خصك تعلم انك تشطح تحت الشتاء. أتمنى أن الميساج يكون وصل. إن شاء الله وفي عزكم.